فالطائفة المنصورة موجودة، أين توجد؟ في أي بلد؟ في مكة أو في المدينة أو في الشام أو في كل البلاد؟ موجودة، قد توجد في مكان ولا توجد في مكان، قد تكثر في مكان وتقل في مكان، لكنها موجودة، وهم من يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من تمسك بالكتاب والسنة فهو من الطائفة الناجية المنصورة في أي مكان كان، في أي مكان كان، هم الطائفة الناجية المنصورة، من الرجال أو من النساء؟ ها؟ رجال ونساء، علماء أو عوام؟ قد يكون من العلماء أو من العامة، الذين على النهج السليم، على الطريق المستقيم. كل من كان على الطريق المستقيم، كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو من الطائفة الناجية المنصورة.